أزمات تمر بنا حتى تظهر العناصر الطيبة والمعادن النبيلة، حتى تظهر المعادن النبيلة والعناصر الطيبة في هذه الأزمات. كن أنت من العناصر الطيبة التي أفرزتها هذه الابتلاءات. الشدائد تفرز أقواما صالحين وتفرز منافقين أيضا، فأنت من أي صنف؟ هل أنت من الصنف المؤمن الذي قام من الليل يصلي يسأل ربه أن يحفظ المسلمين وأن يستر عليهم وأن يجمع بين قلوبهم على كتابه وسنة رسوله وأن يصرف عنهم نزغات الشياطين، أم أنك ركنت إلى الظلم وأقررت الظلم فيحل بك البلاء؟ ربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انظر من أي صنف أنت، من أي معدن أنت، أنت ثابت على الكتاب والسنة أم أنك منحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنت في صلاتك أدعو، لقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقل دعوة اسمعوها دعوة طيبة، وقل ربي أي يا ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. معنى الآية ماذا يا إخوة؟ يا رب الناس حادوا عن طريقك، يا رب إذا انتقمت منهم أو أنزلت عليهم عذابك، يا رب لا تدخلني مع هؤلاء المعذبين، ربي أي يا ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وموسى عليه السلام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقد ينزل عذاب على الناس لظلمهم لانحرافهم، اسأل الله أن يحفظهم، وإن قدر أدعو أيضا بهذه الدعوة ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فصل لله، استعن بالصلاة والأدعية فيها على مواجهة الشدائد.